خلص يا طارق، انا يعني مش رح احرجك بقى اكثر من هيك وترجيك انه تسمحي ليلى تنزل تنام عندي، مع انه انا لحالي بالشقة وبخاف ورح ضلني كل الليل ما اقدر نام، لانه بخاف من الحرامي يفوت يسرقني وانا لحالي. ليه يا يما انت خايفه من الحرامي؟ طيب اذا انت خايفه من الحرامي تعالي عندنا نامي مع ليلى. ها؟ اي ايش فيك؟ والله يا ريت، عن جد كان بودي انا نام عندكم، بس موضوع بيوجعني كتير. وشو يما موضوع هذا؟ وشو؟ ظهري اه ظهري ظهري عندي حالة طبية وجايبين لي آلة فرش خصوصي تنام عليها بالبيت، فما فيني. خلص طاط مالي، شو بدي أعمل؟ بتخبى ورا الباب وبضلني مدوية الفلاش لايت كل الليل وبخاف من الحرامي. شفتي يا أمه، كسرت خاطري. مو حرام، لازم أروح أباتي عندها، بس أوعدك يا أمه الساعة 6 الصبح برجع للبيت. والله يا يما ما ادري وش اقول. خلاص يما لا تخافين، وان شاء الله الحرامي ما راح يجيك. اي والله راح تروح عندك تنام، بس ها شرط، بكره ولا اللي بعده تنامين عندنا. خلاص وعد اللي بدك اياه. اكيد اكيد يلا اكيد. ما ادري وين حطيت الزبده.